مرحبا. بمناسبة شهر أكتوبر، شهر التوعية ضد مرض السرطان، بشجع كل سيدة إنه تقوم بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، سواء كان عبر الماموغرافي أو عبر جهاز الأشعة بالتنسيق مع طبيبها الخاص. أما على صعيد التغذية، فالأغذية يلي بتساعد على محاربة مرض السرطان وعلى الحد من انتشاره هي الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة أو ما يعرف بالأنتي أوكسيدنتس، والغنية بالألياف والقليلة بالسكر وبالدهون. أما مثال على الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة فبتتميز بألوانها الزاهية مثل اللون الأحمر الغامق واللون الأخضر الغامق، ومثال على ذلك البروكولي والسبانخ واللوبيا والملوخية والسلق وكثير غيرها، وأيضا كمان التفاح الأحمر والخوخ والبطيخ والتوت والجزر. وبالنسبة ليه لازم يكون الغذاء قليل بالسكر؟ لأنه السكر هو الفيول أو المادة يلي بتزود طاقة الخلية السرطانية وبتنمى وبتتكاثر على أساسها، فلذلك لازم يكون النظام قليل بالسكر. أما بالنسبة للأغذية الغنية بالدهون الجيدة فبيكفي أنه نحن نضيف ملعتين من بذر الكتان أو حبة من الأفوكا أو ملعقة من زيت دوار الشمس أو زيت الزيتون يوميا بدون التعرض لحرارة عالية، وهذا شيء كافي بأنه يقدم لنا نوع من أنواع الدهون الجيدة المحاربة للسرطان. بتمنى الصحة والسلامة للجميع، وكانت معكم خبيرة التغذية لينا رمان.